شخصية مجنونة مرحة وجدية وحنونة كل شي على كيفة رح يمشي وقت تفكر بدها أي شي البنت الأخلاق وردية بدك تعرف مين هي هي جودان وإنما بتمشي بتعمل مشكل والناس فيها بتتفشكل ولما بحنية تحاكيها مثل الوردي بتلاقيها هالبنت الحلوة من الروح عطر الزهرة من هيفوح بدك تعرفها من هي هي جودان هي جودان شو هذا يلي عم يصير هون؟ الكل عم يعمل يلي بده اياه بهالبيت. مدام لو سمحتي نادي للعريس لازم يعمل المراسم. ها ما في داعي العريس اجا. العريس جاهز يا حكيم، بلش المراسم. تأخر الوقت كتير، ليش دورجا ما رجعت؟ أي لاكشمي، ما في شي جديد، هي ما اتصلت فينا ولا حتى بعتت. العرس رح يبلش، وإذا هلأ بلش العرس وقتها اتصال من دورجا. يلا. الو دورجا، انت منيحه؟ لقيتي الدليل؟ ايه لاكشمي، صار الدليل معي. انا وكيشوري هلا طلعنا، رح نجي على البيت فورا. قولي لي كل شيء تمام؟ ايه كل شيء تمام، بس العرس رح يبلش. واذا العرس بلش؟ لا تقولي هذا الحكي، ما رح يصير شيء ونحن شوي ومنكون بالبيت. حكيتيها؟ ايه امشي. رفتي، هي لقت الدليل لتثبت براءة حماتي. انت شو عم تقولي؟ العرس رح يلتغى ورح تخلص جدان من هالاتهامات. ايه. هاي البنت ما في منها فايدة أبداً، وكان بدها تفضح أنترا. فيكي تحاولي كل جهدك يا مدام لاكشمي،
بس ما رح تقدري تهزميني. ورافتي بنت محتالة ما فيها تساعد حدا. كان بدها تخلينا نفقد الوعي ونوقف هالعرس، بس هلا لبين ما ترجعي لوعيك يا شاطرة بيكون هالعرس انتهى على الآخر. بس نحنا لازم نعرف نتصرف ونعمل شيء قبل. أخي نحنا شو بدنا نعمل؟ أختي بظن إنه أنت لهلا تحت تأثير الدواء وما عم تحسي على شيء. شو أنت ما سمعتي؟ إنه الكن الأكبر لهالعيلة دورغا جيندال هي لقت دليل البراءة. هلا قبل ما توصل هي لعندهم لازم نوقفها ونخليها تجي لهون ونحطها جنب هالتنتين. يلا 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 امشي. ستي انتي شو عم تعملي؟ لو سمحتي ما تبكي. شو بدك يعني اعمل؟ شي اكيد بدي ابكي هلا على هالموقف. مانك شايفه كيف اكشات رح يتزوج انترا قدامك؟ انتي مظلومه كتير بهي القصه يلي صارت، وانا مو قدرانه اعمل اي شي. ستي أنا ماني مرة عاجزة مثل العصور القديمة، أكيد ماني هيك. أنا مرة عندي كتير شجاعة كبيرة بأيامنا هاي، يعني ما رح أبكي مثل الممثلات تبع البرامج التلفزيونية. بدل هيك رح أتصرف مثل الممثلات بالأفلام الأجنبية وعلمها درس كتير كبير. استني وشوفي. هي اللي اسمها أنترا رح تعاني كتير بحياتها، هي ما رح تقدر تتزوج أكشات بالمرة. لهيك بدي تحتفظي بدموعك. لما وقف هاد الزواج انت رح تبكي دموع الفرح. ستي لازم توثقي فيني. هلأ برجع. لما قدام بتحط شغلة بعقلها أكيد هي رح تعملها، بس كيف قدام رح تلغي هذا الزواج؟ خصوصي بعد ما بلشت هلأ هي المراسم. أختي 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 في إيه؟ رافتي رافتي لاكشمي لاكشمي فتحي عيونك لاكشمي. رافتي أختي فتحي عيونك. مي لاكشمي أمي لاكشمي. رفتي أختي أختي أنا قدام. لاكشمي شبك؟ أنت منيحة لاكشمي؟ شو صار معكم؟ قليلي وينهم صاروا بار؟ حماتي بظن أنهن سمعوا حديثنا، خلونا نفقد وعينا وهربوا من هون. أنت شو قصدك لوين راحوا لاكشمي؟ بظن راحوا لعند دورغا لحتى ياخذوا الدليل لانه هو الاثبات الوحيد. كيف ممكن اترك دورغا لحالها؟ انا كثير قلقانه عليها وقلت لكم ما تبعتوها لحالها. حماتي هي منيحه وكيشوري معها. معقول؟ بس انت بتعرفي كثير منيح انه سارو بار فيهم يعملوا اي شيء كرمال مصلحتهم، ليش هيك بعتيها؟ انا قلقانه كثير عليها، لازم روحوا لاقيها، اهتموا بكل الامور لبين ما ارجع. حماتي رح نعمل كل جهدنا لحتى نوقف بارفو سارو عند حدهم، بس انت لازم تمنعي هذا الزواج من انه يصير، واذا ما عملتي هيك كل شيء رح يتدمر. عم تفهمي علي شو عم اقول لك؟ رافتي انا كثير على دورغا، لازم نعمل شيء. اي فهمت عليكي، انت بس اسمعيني. ليكي انا كنت دائما اعمل شغلات غلط، بس اجتني هاي الفرصه الوحيده، لو سمحتي ما تسرقيها مني. اذا بتريدي خليني اثبت حالي، رح نخاطر بحياتنا كرمال ننقذ دورغا وكيشوري وطفلهم من اي ضرر، بس روحي وامنعي هالعرس. يلا أنا رح أعمل كل جهدي لحتى تبين الحقيقة، لازم أمنع هذا الزواج إنه يصير. قدان ما حدا بيهزمها أبداً، رح أخترع خطة وأحبكها وما رح خلي حدا يعرف أي شي بالمرة.
أنا طالعة حلوة كتير، كتير حلوة. بتمنى أنه ما حدا يغار. كتير حلوة بصراحة. ممكن أعمل أي شيء لفوز بهالمعركة. مين بهمه إذا هذا حب أو حرب؟ أنا تجاوزت كل حدودي كرمال إني فوز بهالمعركة، وفعلاً فزت. هالمرة انتصرت نصر كتير كبير، وهالنصر مميز حلو. أنا كتير متحمسة وبنفس الوقت كتير متوترة، بس هالشي ممتاز كتير. رح كون مدام أكشات جندال من اليوم، المالكة الوحيدة لممتلكات قيمتها بالملايين. ممتاز. نادوا للعروس. يلا هن نادولي. عم ينادوا للعروس. هاي شو جابا؟ مرحبا. ليش اجيتي لهون؟ اجيتي لهون كرمال تنزليني؟ كتير حلو، انتي قبلتي بهزيمتك؟ كتير منيح، كتير حلو نشوف الزوجة عم تاخد مرة تانية عم ينصة الزواج لحتى تزوج زوجة. هالفكرة مو حلوة؟ رائعة مو هيك؟ يلا، ليش واقفة؟ يلا نروح. ايه انترا، انا رح اخذك معي، بس ما رح يعجبك هالشي. يلا. بما انك حوالي، يعني انت بلشتي تقارني حالك فيني. لا تعيديها، ماشي؟ شو خطتك؟ يعني كنتي ناوية تبخي دواء علي لحتى افقد وعي وبعدين انت تخطفيني مو هيك؟ اليوم نحن التنتين كتير منشبه بعض، ما عنا مبادئ. انك تكوني شريرة فهالشي مو لابق لك بالمرة، لهيك خليكي كنة مطيعة. انت معك حق، فعلا ما بيلبق لي يكون هيك انترا. انا بالحقيقة ماني شريرة مثلك، بس انت فيكي تعملي شغلات سيئة كتير. بس لحتى انقذ زوجي منك اضطريت اني اعمل نفس التصرفات السيئة تبعك. اتركي ايدي، اتركيني. مسكينة كتير جدان. نوم الهنا يا حلوة، لازم تشتغلي كتير منيح، وهالقصة تاخد وقت كتير. انتي شو مفكرة؟ انك بتقدر تهزميني بهاي اللعبة تبعي؟ عن جد؟ بس مثل ما شفتي انا هزمتك. ايه بس مسكينة ما رح تقدر تحضر حفلة زواج زوجة. انا زعلانة عليكي، ماشي؟ بتمنى التمام على خير، بتمنى التمام على خير. استنى لحظة حكيم. شو في أنترا؟ بصراحة يعني شي كتير بزعل إنك تتزوج هيك ما في حدا هون وما حدا مبسوط. أنا بس كنت قلقانة شوي، لهيك اتصلت بالحكيم واستشرته وقال إنه إذا تزوجنا بعد ربع ساعة رح يصير هدوء ورح ترجع الأمور طبيعية كتير، وأنا اقتنعت بكلامه. شو رأيك يا حكيم، رح تقدر تنهي المراسم بربع ساعة؟ مو مهم حكيم، اعمل مثل ما عم تقول. ماشي، عدو. ايه اسمعوني، هذا العرس رح يخلص خلال ربع ساعة، مشان هيك لازم انكم تعملوا مراسم الزواج. لازم العروس تحط الشال على وشها. ليكي، انتي كنتي مرته بالماضي مو هيك؟ وما كانت الأمور منيحة، وهلا انتي رح تتزوجي مرة تانية ومن أول وجديد كمان، لهيك ضروري تحطي الشال على وشك. ولحتى يخلص هذا العرس
العريس ما لازم يشوف وش العروس. بس طيب مو مشكلة، رح نفذ هالشي، رح تشوف وشي بعد ما نتزوج، مو هيك؟ ما بيهمني أندرا. جدان، لبين ما أنت ترجعي لوعيك كون أنا غيرت كل الأمور وقلبت الموازين ربع ساعة بس وما بقى. رح تكوني جدان أكشات جندال شوي ورح تصيري جدان التافهة والمجنونة كمان، وأنا رح أتحكم بطريقتي بقلب زوجي إيجي وبكل هالبيت. أنترا أكشات جندال. وهي شعلنا النار. بتمنى للعروسين حياة سعيدة ويكون التمام على خير. جدان قالت إنه ما رح تسمح لهذا الزواج إنه يصير بالمرة. ما حدا بيعرف شو بتكون عم تحس بهي اللحظة. لازم روح هلا وشوف شو عم تعمل. جدان، جدان وينها؟ جدان هلا هي لوين راحت؟ هالشي ما صار من قبل. جدان بارف طلع. رجعكي شوي، رجعكي شوي بسرعة. سارو مرحبا دورغا، كيفك؟ انزلي يلا لو سمحتي انزلي. لو سمحتي تعي لهون. مانا مضطرين نخبرك ليش نحنا جينا على هذا المكان ومعنا هدول الرجال كلهم، مو هيك؟ كيشوري انت كنت على طول تقعد برواق، بس اليوم انت اتورطت بهي الخطة. طيب عادي بتصير. يلا خلينا نعمل شغلة بدون ما نضيع وقت ابدا. دورغا لو سمحتي اعطينا الدليل اللي معك، اعطينا اياه. من سابع المستحيلات اني اعطيك اياه. عن جد؟ وانت سارو عم تعملي غلط كتير كبير بانك توقفي مع اخوك. لا يا دورغا، فهميني انت ليش متضايقة كتير مني؟ نحنا منكون عيلة واحدة. دورغا أخي بارف معه حق، وليك يعني نحن ما بدنا نزعجك بالمرة يا دورغا، وأكيد ما بدنا نأذيكي، يعني أنتي أكبر مننا وأكيد نحن منحترمك، مو هيك يا أخي؟ طبعاً، يعني كتير حلو إنه الواحد يضطر يضرب الأكبر منه. لا مو هيك، لكن خلينا ننهي هاي الشغلة بسلام. ها؟ يلا لو سمحتي أعطيني الدليل. ماشي بدك الدليل مو هيك؟ خده. لحظة لك انت مجنونة؟ لك وين كبتها؟ كيشوري خذ هاي وركود. بس دورغا كيفيني اتركك لحالك؟ خلاص لا تقلق علي، روح بسرعة يلا. لحظة يا مجانين، كيشوري معه الدليل، لحقوه امسكوه. أنا بعرفهم كتير منيح، كنت متأكدة إنه رح يصير معنا شي سيء.
لهيك خليت معي فلاشة تانية مزيفة وعطيتها هلأ لكيشوري. أما الدليل الحقيقي معي رح أخده هلأ على البيت وأعطيه لحماتي جدان. شربي مي، يلا بنتي شربي. ايه كل شي رح يكون منيح. شو يلي صار لي؟ قوليلي قولي شو صار؟ لا هالعرس ما رح يصير ستي قدام بنتي. لا ستي هالعرس ما رح يصير. شو صار بنتي؟ ستي لو سمحتي بدي اياكي توثقي فيني ستي. انا ما عملت شي صدقيني، انا بريئة من هذا الموضوع كله. ليش لحتى قتل طفلي وانهي حياته؟ بس اللي عمل كل هذا الشيء هو انترا يا ستي، هي اللي قتلت أليشا وقتلت طفلي معها، ومن شوي خلتني افقد وعيي على الاخر. لو سمحتي صدقيني انا ما عملت اي شيء غلط، هالعرس ما لازم يصير. بعرف هالشيء حبيبتي. روحي منعي اكشات من انه يتصرف غلط، لازم تمنعي يتزوج انترا قبل ما يصير شيء. انا رح وقف معك، انتوا الاثنين مناسبين لبعض كثير، تقدري تمنعي هالشيء. كيف فيني امنع هالزواج قبل ما يصير؟ انا رح ساعدك بهي القصه يا بنتي. أنا في عندي خطة، بس نحن الاثنين لازم نوقف مع بعض. لو سمحتي منعي هذا الزواج قدام. مين رح يربط العقدة؟ وين أمي؟ كانت هون شوي. ليش ما فيها هالختيارة تقعد بمكان واحد؟ بتضل عم تتنقل وما بتهدى بالمرة. لو سمحت أعطيني دقيقة، أنا رح روح جيبها. أوه مو معقول. إذا بهذا الوقت بسمح لأكشات يترك منصة الزواج ممكن يصير شيء مو منيح. فكري أنترا فكري. أنترا أنت منيحة؟ لا ماني منيحة أكشات. بعرف إنه مانك عم تتزوجني بإرادتك، أنت عم تعمل هيك لحتى تعلم جودان درس. بتعرف أنا بظن إنه لسه في معك وقت، يعني فيك تفكر بالموضوع وفيك تغير رأيك كمان. رجاءً ما تتسرع. أنت رفيكي تهدي؟ أنا عم بعمل الشيء اللي جودان ما بده ياني أعمله أساساً، بس مو فارق معي وعم بعمل هذا الشيء بكل إرادتي. ما في حدا يمنعني عن قراري أبداً، عم تفهمي؟ حكيم بدي هالعرس يصير بالوقت المناسب، لهيك لو سمحت اعمل اللازم بأقرب وقت ممكن. ماشي؟ ماشي. ماشي، لو سمحتوا وقفوا مشان وعود الزواج. هلأ وقتك؟ شب السيارة؟ مو معقول. لو شو ما كان التمن أنا لازم أوصل على البيت، ما فيني أتأخر. شو بدي أعمل؟ لازم أهرب من هذا المكان وأطلب من حدا يوصلني. عفواً، لو سمحت فيك توصلني جنب سيفن لاينز؟ إذا بتريد عمل هالمعروف معي وصلني. مرحبا يا حلوة. سارو، تركيني. كل شي منيح. تركيني سارو، تركيني. لحظة يا دورجا، كيف فيك تغلطي هيك غلطة مع أنك أنت ذكية كتير؟ أنت مفكرة أنه ما رح نقدر نكتشف لعبتك؟ كان بدنا نكون تلاميذك، بس الظاهر أنه تلاميذك أحسن منه عن جد؟ يلا دورجا عطيني الفلاشة. فهميني انتي ليش خايفة مننا؟ انتي ضعيفة ما تروحي طاقتك هيك. اسمعيني، بدك يعني اخلص منك هلا؟ ليكي فينا نعمل هالشي بس ما بدنا نوصل لهالمرحلة. لهيك لو سمحتي عطيني الفلاشة. يلا تاخدوها بأحلامكن، ما رح اعطيكن ياها. لحظة بعزي عني. لك استني. يلا فوت بقى.
وين بدها تكون هالدافه؟ بعرف، هي هون، دور بجهه وانا بجهه، يلا بسرعه. شو صار؟ بارف في جردون. ما في شيء، اهدي بقى. سكتي 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 سكتي. وين اختفت هي يا ترى؟ هيك عم تهرب. يلا بسرعة. هي هربت؟ درجة درجة افتحي لك، افتحي الباب. هي قفلت علينا. شو بدنا نعمل هلا؟ ليكو، بالوعود الثلاثة الجاي رح تمشي العروس ورح يلحقها العريس. ألف مبروك الزواج. مبروك مبروك. ألف مبروك الزواج. بتمنى يكون التمام على خير. لسه شي دقيقتين وأنا رح أتحكم بأمور هذا البيت كله، وبعدين رح أجيب الدمار لكل أفراد هاي العيلة، ورح تكون حياتهم كلها بين إيدي أنا وبس. أمي أكشات. أمي أنت شو صار لك؟ أمي تعالي. أمي خير؟ شو بها ستي؟ أمي فتحي عيونك. فردان روح جيب مي بسرعة. اي حاضر يلا. أمي رح أخذك على غرفة. استندي علي. ختيارة بلا فهم. على مهلك أمي، سطحي. أمي شو صار لك هلا؟ أمي فتحي عيونك. أمي أكشات، شو صار لأمك؟ هي منيحة؟ ما بعرف، رح خبر الدكتور. ليك انتبهي على أمي وهلأ برجع. أي شيء أكيد. انتبهي عليها. ماشي. ليش هيك عم يصير معي اليوم؟ ليش ما قدرت تستنى كم دقيقة؟ ليش هي خربت زواجي بهالطريقة؟ خطتي فشلت بسببك وجاي عبالي اقتلك. مو معقول، يعني هي أول مرة بتمنى شي، بس مو كرمالي، كرمال هالختيارة. لهيك بطلب إنها تضل عايشة بس ربع ساعة وبعدين فيها تموت، أنا ما عندي مشكلة أبداً. ختيارة،
أنا بنفذ الحكي اللي بقوله أنترا. أنا ما بترك المهام بدون ما أنهيها. قدام خبيه قبل ما يرجع أكشات، ولازم بأسرع وقت تلحقي تلبسي ثياب العروس وتجهزي حالك قبل ما ننكشف. ألو دكتور؟ إيه؟ ما بعرف شو صار لها، بس أمي هلأ تعبانة شوي، هي حاسة بدوخة وجسمها تعب، يعني بظن إنه ضغطها نزل فجأة. لو سمحت تعال على البيت بسرعة وافحصها. إيه نحن بالبيت ناطرينك. شكراً، شكراً كتير. أكشات. إيه أمي، أنا هون. كيف حاسة حالك؟ ما بعرف كيف حاسة. إيه أمي، أنا خفت عليك كتير، اتصلت بالدكتور مشان يجي يفحصك. لا لا ابني، بعتقد أني تعبت لأني ما أكلت ولا لقمة واحدة من اليوم الصبح. خلص قلوا للدكتور ما يجي لهون. ابني، أنت رح تتزوج اليوم، يعني ما بدك تتزوجها؟ خليني هلأ زوجك بالأول، بعدين منشوف هالموضوع. انت شو عم تقولي؟ خلي الدكتور يجي لهون، بلكي في شي خطير. لا صدقني ما فيني شي، خلينا ننهي مراسم. على مهلك امي، على مهلك. يلا يلا، رح اجي معك ابني. ماشي مثل ما بدك امي. يلا خلينا نروح. طيب انا هلأ صرت احسن من قبل. يلا تعي أنترا بسرعة. بدي خبركن إن الوقت المناسب لهذا الزواج راح، بس إذا صار العرس هلأ كمان أكيد رح يكون مناسب. طيب حكيم شو عم تستنى؟ لو سمحت بلش. بس أنا لازم أرجع عيد هاي المراسم، لازم نعيدها مرة تانية. مرة تانية؟ ليش لنعيدها؟ مو مشكلة أكشات، اعمل مثل ما عم يقلك، بلش بالمراسم. اعمل يلي بدك يا لو سمحت. بتمنى إنه دورجا والباقي يرجعوا لهون ومعون الدليل. لازم أثبت إني ما كنت عم كذب على أكشات قبل ما أنترا تفيق وترجع لوعيها. مدام لو سمحتي غسلي إيديهم بهاي المي اللي قدامك، وهي رح تخلصهم من كل شي سلبي صار بحياتهم. ماشي. استنى ابني. شوفي بس أنا بدي أقربها شوي لقدام. منيح إنه أكشات ما شاف انعكاس قدام. ماشي، وهلأ اربطي لهم عقدة الزواج. أكيد. ليش ما حدا رجع لهلأ؟ أكيد كنايني وأختي عم يعملوا هالشي كرمالي. لو سمحت روح بسرعة، أنا لازم أوصل بأسرع وقت ممكن. أول ما أوصل على البيت أكيد مشاكل حماتي جودان رح تنحل. إذا بتريد عجل لو سمحت. ماشي. ليك احسن لك تنزل. يلا انت ما شفت شي لسه، فيك تاخد عربيتك بعد شوي. يلا روح من هون. يلا لا لا ترد عليه لو سمحت، لا تروح. استنى استنى عم تنادي لك. دورجا انت اليوم انبسطتي كتير، بس انا مليت من كل شي، لهيك لو سمحت تنزلي واعطيني الفلاشة اللي معك. ليكي انت ما عندك اي خيار تاني،
انت هلا عاجزه ومو طالع بايدك شيء، لهيك لو سمحتي دورجا ما تجبرينا نخلي حياتك تصير تعيسه وكلها دمار. تماما، انزلي يلا انزلي من العربيه يلا. خليني بعدي عني. أيوة. ايه وقفي هون، هاتي من ايدك. انا عم حذرك بعرف، احسن لك تبعد عن طريقي والا ما رح اسامحك ابدا. اهدي يا دورجا، نحن ما بدنا ناذي اي حدا، ما رح نعمل شيء، بس اعطينا الفلاشه بعدين فيك تروحي لوين ما بدك، مو فارقه معي، نحن ما رح نمنعك ابدا. شو ما كلفني التمن ما رح اعطيك اياها، حماتي قدام بريئه وهي دليل براءتها. لحظه استني دورجا، استني شوي. لوين رايحه؟ فهميني انت ليش بدك تضحي بحالك كرمال قدام؟ ما بتعرفي انك ما رح تستفيدي شيء من هالتصرف هاد؟ لانه اي جي اكيد رح يتزوجها لانترا، اما قدام رح تطلع من البيت. وأنا وإنتي لازم نعيش حياتنا بسلام، لهيك ليش هلأ عم تتخانقي معي؟ يا دورجا لا تنسي إنك حامل، على القليلة لازم تفكري بطفلك، أنا خالته ومن واجبي إني أهتم فيه صح؟ يلا أعطيني الفلاشة يا حلوة، ليكي ما رح أسمح إنه يصير لك أي شيء صدقيني. الناس بس يكبروا بيصيروا أحسن، ما هيك؟ ما بيصيروا أشرار، بس إنتي لا، أنا مالي متوقع يطلع منك خير بالمرة. وبما أنك عطيتيني نصيحة هلأ مو مشكلة، لهيك خليني أعطيكي نصيحة أنا كمان. انتبهي من اليوم ورايح ما عاد تحكي عن ابني وتجيبي سيرته ولا رح أورجيكي قيمتك. وانتي بتعرفي كتير منيح دورجا جندال شو بتقدر إنها تعمل، مو هيك؟ خليني روح. لحظة استني. لحظة ما عم تفهمي، لوين رايحة؟ هاتي الفلاشة، عطيني الدليل هلأ. أعطيني يا هاتي. ليلي مو هذا هو الدليل تبع حماتك يا دورجا؟ ها؟ بعرف لو سمحت رجالي هذا بدك بدي. الدليل مو هيك؟ ها؟ يلا خدي من ايدي، خدي يلا لو سمحت اعطيني اياها. ليكا بعرف كيفي. سارو هاتي لو سمحتي اعطيني اياها. ايه يلا تعالي خديها مني. بترجاك لو سمحت. العريس ممكن تمد ايدك اليمين، وانت يا عروس حطي ايدك اليمين تحت ايد العريس تماما. هذا الشيء رح يرمز انه اثنيناتكم رح تضلوا مع بعض سوا كل حياتكم وتعيشوا بسعاده. لما اكشات هلا رح يشوف ايدي، اكيد هو رح يعرف انه هي انا مو انترا. شبك يا بنتي؟ ليش وقفتي؟ مدي ايدك. أنت في شي مشكلة؟ لحظة يا حكيم. ها؟ مو أحسن إنه نحط بإيد العروس ورقة لتكتمل إيه؟ المراسم؟ أكيد معك حق. لو سمحت. تفضلي. لو سمحتوا وقفوا مشان وعود الزواج. صار وقت وعود الزواج يا ترى؟ وين الكل؟ إذا صار هذا العرس قبل ما تنكشف الحقيقة أكيد رح ينخرب كل شيء. نحن بهي الطريقة رح نضيع وقت كتير لحد ما ينتهي هذا العرس. بس يا أخي نحن كيف بدنا نعرف إنه هذا العرس خلاص؟ في عنا أنترا. شو نسيتي أنترا؟ هي رح تخبرنا على الموبايل هذا الخبر الحلو، مو هيك دورجا؟ أنت ليش عم تسألها؟ كيف رح تجاوبك وهي مقطوع نفسها مو هيك؟ بس مسكينة ليكي حالتها. إيه بس نحن انبسطنا كتير، بعتقد إنها تعبت ولازم نوقف. بعرف. طيب إذا في وقت مو لازم نروح ونحضر عرس إيجي وأنترا؟ وفينا نشوف قدام بحالة بتزعل كمان، وفي مرة تانية رح تتزوج زوجها لقدان ورح تطلع لبرا حماية العائلة. رح يكون هالمنظر حلو. لازم نعمل هاد الشي مو هيك؟ خلينا نروح على البيت، شو رأيك؟ بس شو رح نعمل بهي؟ هي مصدر إزعاج، تخلص منا يلا.
لا لا رح أخلص منها. بارف خلصنا. حماتي جودان هي الوحيدة يلي بتستحق إنها تكون كنة عيلة جيندال، ويلي لازم إنه يطلع من هذا البيت هو أنترا. كأنه المشاكل ما رح تخلص أبداً. مليت من هالتمثيلية. يلا تعال نروح، خلينا ناخد الفلاشة منها. يلا يلا هاتي الفلاشة. يلا هاتي لازم نلعب. هاتي خديك. لحظة لحظة شوي، ليكي مرتي أنت بصفنا مو هيك؟ ولا تنسي إني بكون زوجي. يلا أعطيني إياها. أنت مانك زوجي وندمانة إني تزوجتك وما رح تاخذ الدليل لو شو ما صار. خذي لك شمي يلا هديه. ليكي ما تعصبيني، ما كان بدي اذيكي. اعطيني الفلاش وخليني اخلص بقى. اذا ما بتعطيني اياها انا رح اقتلكم. وهلا الظاهر رح نفذ اللي عم قوله، واول حدا هو انت. بعرف. هاتي. بعرف اسمعني، اعطيني الفلاش فوراً. انا حامل وانت ما فيك تعمل هيك ابدا. بعرف رجاء ما تعمل ياها. هيك هاتيها لهون. قلت لك هاتي الفلاشة. بعرف اركضي. يلا روحي. بعرف اركضي على السرعة. هنن هربوا، هربوا معهم الدليل. بارف أنترا، أنترا ما رح تسامحنا. شو بدنا نساوي؟ اللي شو هو الحل؟ ما فيني اخدع أكشات بإني أعمل هيك شيء. لازم ترجع دورجا بأسرع وقت ممكن لحتى تثبت براءتي قدامه. إذا تزوجته والحقيقة ما ظهرت رح يتهمني إني عم بخدعه. شخصيتها غريبة كتير، مرحة وجدية بتصير.